سيتم عمل دوبلاج لكل الحوار التركي في هذه الحلقات، وهذا لتخفيف عبء قراءة الترجمة على المشاهدين أثناء تناولهم القراصية والسمبوسك والكنافة بالمانجا. وكده كده انتوا تعودتوا على المسلسلات التركي، وشكرا. السلام عليكم. لو سمحت كنت عاوز أقابل مستر غازي مدير الشركة هنا. ما عم بفهم عليك، تعرف تحكي تركي؟ أي الكبير نيم الكبير ذا بيجست ذا بيجر أي ونت سي مستر غازي دي صورتي ذس مي الكبير لوك سيم فيس